لأنه لمست شوي في آخر حديثك عن موضوع الجراح، بصراحة كتير ناس مجرحة، شاركنا شوي بالعلاج يعني لهذه الجراح. بص يا خنزار، هو يعني مهم جدا أنه المجروح يمكث في محضر الرب، لأنه هو الملجأ الوحيد. ولما يلجأ لكلمة الله بيشوف الكتاب بيقول إيه، مزمور 147:3، إنه يشفي منكسري القلب ويضمد جراحهم. هو وحده اللي بيضمد الجراح، مفيش أي حاجة تاني بعيد عن الرب هي اللي تقدر تضمد الجراح. نفس المزامير 34، الرب قريب من منكسري القلب ويخلص من ساحقي الروح. فالرب قريب، الرب ادعوه، ادعوه، هو اللي يشفي، هو اللي يرفع الجراح، هو اللي يرفع المرارة، هو اللي يسكب محبته في داخلنا فنحب الآخرين، نشوفهم بمنظر جديد يا خنزار، نلتمس لهم العذر، يقول دول غلابة عملوا كده علشان هم مش عارفين ومش فاهمين يعني إيه. عشان كده محتاجين خطوات عملية إزاي يعني نتعامل مع جراح زي كده. وما فيش أحسن من متى 18 على فكرة، صحيح بيتكلم على أنه ده هو جراح ما بين إخوة مؤمنين، بس هو ده الطريق الصح. يعني لو حضرتك، أنا شعرت أنك أنت غلطت فيا، أنا ما قعدتش أستنى لما تيجي حضرتك تعتذر، لكن أنا لأنه أنا بحبك ولأن أخذت طبيعة جديدة، أنا برضو عندي مشاعر ومشاعري جرحت، بس ده بيخليني أخذ المبادرة وآجي وأعاتبك بيني وبينك يا خنزار لوحدينا. لما تسمعني فأنا ربحتك، نفس الكلام، فإن سمع منك فقد ربحت أخاك. طب لو ما سمعش هذا الأخ، إيه اللي بيحصل؟ يأخذ قادة في الكنيسة، وإن ما وهكذا. وإن ما سمعش خذ الكنيسة، قل الكنيسة، وبعدين اعتبروا وثني وعشر. يعني ايه اعتبروا وثني وعشر؟ يعني إذا رفض، هون بكون رفض كامل. إذا رفض كامل، إذا رفض كامل خلاص، يبقى ساعتها حكم الكنيسة إنه لا، هذا الأخ لا، محتاج إنه يتعامل مع نعمة الله المقدمة لي، ويبتدي يساعد الأخ المساء إليه ويتم شفاء جراحهم هما الاثنين. عشان كده مهم جدا نسترجع بعض ونحب بعض. أكيد في العمارات السكنية في مشاكل ما بين السكان، خبط عليهم، أعمل كيكة، أعمل بسكوت، سد يعني. انت عارف يا خنزار انه الجواب اللين يصرف الغضب. الحياه العمليه دي قدم يسوع ليهم في حياتك وفي سلوكك، بناخد خطوات عمليه نحو يعني المعاتبه. على فكره ظاهره صحيه كويسه، بس دون الخروج عن سياق الادب والاعراف وكذا. الحياة دي كلها عملية داخل الكنيسة. الرب يدي نعمة وحكمة لقادة الكنيسة، إنه لما لاقوا في أخين أو طرفين بينهم مرارة أو بينهم نزاع أو بينهم جروحات، لازم يشتغلوا عليها. وده ما ينفعش يكون بعيد عن كلمة الله وعن الوجود في محضر الله.